هذه هي الممثله اللي سميتها ايفا كادوش اللي كتشارك في المسلسل حاليا اللي كيدعى القناه القناه ديال الدوزام اللي هي سميتو ناس الملاح. وها انتم غتشوفوا الصوره ديالها مع رئيس اركان الحرب الصهيوني. وهذه عاد خدات البطاقه ديالها المغربيه لان عايشه في الكيان الصهيوني، عايشه في فلسطين المحتله، عايشه فيها. عاد خدات في 2023 البطاقه ديالها المغربيه، وهذا الصوره اللي معها، هذه الصوره اللي غادي تشوفوها دابا هي واقفه معاه. هذه مجنده صهيونيه يديها ملطخه بالدماء ديال ولادنا، وجايه كتمثل معنا في مسلسل وعاطينها البطوله مع انها ماشي بطله. سبقينا على الممثلين المعروفين اللي ما عندهمش، هاد الممثلين هادو اللي ما عندهمش حتى شي كرامه انهم اصلا ما خصهمش يمثلوا معها، خصهم يقاطعوا المسلسل، خصهم يرفضوا المسلسل، بل والان كمن ذلك كيخليوها انها تعلن سميتها قبل ما سميتهم، قبل ما سميتهم، مع انها لا ممثله لا درست تمثيل لا عندها حتى شي علاقه، طباخه ما عندها حتى شي علاقه، ومجنده صهيونيه. وقبلتوا على نفسكم هذا الشيء يا الممثلين يا اللي انتم فعلا هم هادو اللي قال عليهم الله سبحانه وتعالى الشعراء، لانهم بحالهم بحال الشعراء في كل واد يهيمون، والشعراء يتبعهم الغاوون، هما هادو الشعراء في كل واد يهيمون. عطيه غير الفلوس يبيع مو يبيع والديه، ولكن حنا كمغاربه، حنا كمغاربه راه خصنا نقاطعوا هاد القناه الصهيونيه، خصنا نقاطعوها، خصنا ما نشوفوهاش. هادي كما كنقاطعوا كوكاكولا ونقاطعوا مواد ثانيه، نقاطعوا حتى هاد القناه الصهيونيه اللي هي من 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 فلوس ديال المغاربه. هاد الفلوس ديال المغاربه هي اللي تتعطي اللي كتمول الصهاينه، هي اللي ملطخه بالدماء ديال ولادنا. اللهم اشهد فاني قد بلغت.